شي اللي كنقول لك دابا عند هاد السيد، هاد الحساب اللي حسبت انا وياك واللي خلينا فيه 44 الف ريال لستة النفوس، خاصك تفترض معايا بعدا واحد الوقيته اللي قال لنا فيها هاد السيد راه نقدر ما نخدمش سيمانه ونقل الشهر، ولا نقدر نخدم سيمانه ونقل الشهر. En musique avec Jawad sur Média. كيف كانت الظروف ديال الإقامة وأنت طالب السي الحامد؟ أنا المغرب ما كانت حتى شي من الحياة في الأول